هنتنايل يا حمدي من غير ورد. ليه وانا عيله؟ وبعدين انا قلت له اصلا في الاول، لكن هو كان رافض. كمان ما تهدي بقى يا سلطانه، البنت بتفهم احسن مني ومنك، وكان عندها حق. المره دي لو خد باله هيزيكي، اقسم بالله ساعتها هقتله واخش في السجن. ما يقدرش يعمل كده عشان شمس بيحبك. تاني؟ اه تاني وتالت كمان. خلونا بقى في المفيد دلوقتي، انت هتقابليه امتى؟ كمان ساعه لو حبيت. لا ساعه ايه؟ ده انا على مصاحي الواد ودنا هاخد لي 3 ساعات. بقول لك ايه، انت كلميه وقولي انك هتقابليه بعد الظهر، وانت كنت تيجي معانا. انا قلت لها تكلمني اول ما يوصل. ايوه هي برضه بنت مش صغيره. الواد ده حرام، ممكن يأذيها لو عرف هي بتعمل ايه. يأذيها ايه بس، ده احنا الفرق بيننا وبينها خطوتين. انا غلطانه، انا سمعت كلامك، مش عارف طوعتك ازاي. ما تقلقيش. انت في ايه مالك؟ صوتك قلقني في التليفون. ما بقتش عارفه اعمل ايه، كل الناس قاعده بتسالني على الحمل وما بقاش عندي رد. ايوه ما انت يا ورده لازم تقولي لهم برضه، احنا اتفقنا على كده. ولما ابويا رجعني البيت اعمل ايه ساعتها بقى؟ طب ما فيش طريقه يعني نقنعه بيها؟ لو كان في ما كنتش اتجننت قوي كده. هي اتصلت بيا. طب ردي. طب ورد، مش انت قلت لي ان باباكي يعني اهم حاجه عنده انه يتجوزك؟ اه. متجوزين؟ سمعتيني؟ انت فاهم انت بتطلب ايه يا شمس؟ متجوزين. الموضوع مش بالسهولة دي. الموضوع سهل، بس أهم حاجة إنك توافقي. طيب سيبني أفكر شوية وهديلك رأيي. خدي راحتك. الجو برد قوي. بجد؟ اه. بس أنا معايا جاكيت. مش هتبرد كده؟ لا طبعا مش هبرد. المهم أنت تتدفي. طيب انا هدخل الحمام بسرعه واجي. اه خد راحتك، اتفضلي. اتأخرت عليك. خلاص براحتك، اتفضلي. تمام؟ تمام الحمد لله. خرب. المكان ده مهجور ولا ايه؟ مش عارف شكله كده، بس هما لسه خارجين من هنا دلوقتي. تعال في اوضه اهي. Thank you.
ويعملوا ايه بالعيال دي كلها؟ استر يا نهار اسود، ودول كمان هيعملوا ايه بيهم كلهم دول؟ ما فهمتش لحد دلوقتي؟ لا، تجارة اعضاء يجيبوا العيال دي وياخدوا اعضاء. يا نهار الكلب يا كفرة. باسم صاحبتك بيلف حوالين رقبتها مليون حب. شفت لك انه قريب قوي هودي لها عيش وحلاوه في السجن. ما يهمنيش كريمه، السجن بره السجن، المهم نعيم وشلته هما اللي اتشلوا. هي احسن يا سلطانه. خلاص تمام. متأكد ان مفيش لا خدم ولا حرس؟ اه متأكد، ولا كاميرات ولا اي حاجة. انا اتشعلقت فوق وتأكدت من كل شيء. تعال تعال تعال. وناوي تعمل بقى اللي انت اتفقت عليه مع رضا؟ بإذن الله. الإيمان حلو. ايه ده يا سلطانه؟ معرفش، شكله زي ما يكون فيها متفجرات ولا الغام. هنصورها دلوقتي وبعدين نعرف بعدين. خلصت ده؟ اه ارجعوا. وشك اصفر كده ليه؟ يا ولاد الكلب ومعايا فهمني فيها ومعايا ومشريف.